السلام عليكم. ايه الاخبار؟ النهارده هنبدا في الابلكيشن. هنصور النهارده تاريخ 1 مايو، اخر حاجه احنا وصلنا لها. دلوقتي انا هعمل لوجن كاني يوزر. بخش انا كيوزر، ببدأ أدور على شقة معينة. هدور على شقة في مدينة نصر أو في القاهرة يعني عامة. هيجيب لي الشقق اللي موجودة في القاهرة، عدد الشقق اللي موجودة في القاهرة. أنا والله هدوس على أي شقة من الشقق ديت، ولنفترض الشقة فلات أم عادي. فلات أم عادي لو دوست عليها يظهر لي الشقة ديت، أقدر أخش عليها، هقدر أشوف البروكر اللي عملها وأشوف الريت بتاعه، هقدر أعمل معاه شات، أستارت معاه شات. أنا أوريدي كنت عامل معاه شات قبل كده، فهو هيظهر لي الشات طبعا اللي أنا كنت عامله معاه. لو أنا بعت له صورة مثلا من الشات عندي زي الصورة ديت مثلا، أو أي صورة من الصور الموجودين في الشات عندي. خلينا نبعت مثلا صورة زي موبايل، بس تقيل شوية. خلينا نبعت له صورة زي الصورة دي. الصور كبيرة هنا وعلى السيميليتور، فالصور كبيرة شوية. فأنا بعت له صورة زي ديت وأقول له ايه الأخبار مثلا. وهبعت لي اللوكيشن بتاعي. بعد كده ابدا ان انا اقدر اتفرج على الـ على الـ على البروبرتي نفسها، واتفرج على الصور اللي فيها والكلام دوت. واقدر كمان ان انا اشوف لو ليه هو شقه تانية، ليه كذا شقه تانية، اقدر ادوس على اي شقه تانية واتفرج على البروبرتي بتاعته برضو اللي فيها، على الصور اللي فيها وكده. انا هرجع للشقه اللي انا كنت عايزها اللي هي فلات ام عادي، وهبدا احجز الشقه ديت. هبدا اختار انا، والله انا عايز ياخدني من مكان مكرم عبيد او من مدينتي، ياخدني من مدينتي. خدني من المكان بتاع مدينتي هنا. ممكن اديله ساين معين، اقول له والله من جنب البنزينة مثلا او الكلام دوت. اقول له والله انا عايزك تقابلني يوم 5/5 الساعة، والله مثلا قابلني الساعة 4:30 بعد العصر يعني. وهدوس ضم، وهدوس ايه ريمايندر ميل. هبدأ ان انا ادوس سيف. هيقول لي والله انت الابوينت سكسيد، وانت هتدفع 145 جنيه، ده علشان انت بتحجز شقة في مصر. دلوقتي انا هروح عندي على الابوينت نفسه، واتفرج على الابوينت اللي موجودة. هلاقي في الابوينت الاخير اللي انا لسه ضايفه، وهو اخر ابوينت اهوت لسه متضاف تحت اهوت، هبدا اخش عليه. هيبان عندي ان انا اقدر اعمل الابوينت دوت. هو بيقول لي اللي هو الابوينت بيندنج ابروف، اقدر اعمل دون او اقدر اعمل كانسل. اقدر اعدل جوه الابوينت نفسه. هي زي ما انت شايف كده، لو انا رحت ودوست بيظهر لي الابوينت، بقدر اعمل له اعدل. والله انا عايز اعدل مع التاني، معلش اخليه يوم 2 مايو، عايز اعدل اللوكيشن بدل اللوكيشن دوت، هخليه ياخدني من مكرم عبيد مثلا. مكرم عبيد، خليه ياخدني من مكرم عبيد نفسه. ابدا ادوس سيف. هيقوم قايل لي والله التعديل دوت هيبقى المسافه قلت طبعا، فالمسافه هتبقى ب 45 جنيه الميعاد. هي طبعا هيظهر قدامي ان هو edit by user. طبعا لما يظهر قدام edit by user طبعا ما اقدرش ادوس الا ايه، ان انا هو pending approval، فانا ما اقدرش ادوس غير ايه cancel بس، ما اقدرش ادوس اقول ان الـ ان الـ
الميعاد دوت بقى ضمن او كده. اقدر هنا ادوس على الستارت شات، اقدر ادوس على الكول بروكر، وطبعا لما بدوس على الكول بروكر بيشتغل، لما بدوس على الستارت شات بيشتغل. خلينا نقول ان احنا عندنا ده ابروفد وانا عامل ابروف، فانا هدوس على دوت ضمن واديله ريت، هديله ريت، فهيقول لي اطلب اكتب لي ريت، فهقول والله شغل كويس جدا، اقوم كاتب ريت مي بس كده. طبعا اما هعمله ريت هيظهر لي ان انا لسه عامل له الريت دوت اللي هو الشقه كانت في مدينه نصر، هيظهر لي وانا مديله، هيقول ان ده بقى ضن، وهيظهر لي في الهيستوري زي ما انتم شايفين بيظهر لي باخر حاجه اتغيرت، يعني الشقة ديت دي آخر حاجة اتضافت، دي آخر حاجة معمول لها ضن. بعد كده هقدر إن أنا أروح ديت الهيستوري، هقدر إن أنا أعدل البروفايل بتاعي. ممكن أقول والله أنا عايز أعدل مثلا إن أنا مكاني في السعودية عربية دلوقتي، هيقول إن أنت في السعودية عربية. أقدر إن أنا برضو اشوف المسج بيني وبين الشخص اللي انا البروكر اللي عندي. هقدر اعمل ساين اوت، انا لما اعمل ساين اوت هقدر ان انا اخش كيوزر كبروكر. خلينا نخش كبروكر كده ونشوف. الشقة اللي عندي كبروكر، طبعا احنا كنا صورنا قبل كده الاد بروكر، فانا بس هوريكم اخر حاجة اللي هي الايديت. انا لما اخش عندي طبعا في الهيستوري، لو انا دخلت في الهيستوري هشوف اي حاجه، مش هعرف، ما فيش عندي لا الايديت ولا عندي، ما اقدرش اعمل ايديت طبعا في حاجه معموله هيستوري او معمول عليها ضن او كده. اما اما اخش كابويمنت يعني واخش ديت، هلاقي ان دي معموله ايديت باي بروكر ودي ايديت باي يوزر. اقدر اخش على الايديت باي بروكر، الايديت باي بروكر طبعا بتظهرش عندي غير ان انا اقدر اعمل كانسل فقط لا غير. اما الايديت باي يوزر اقدر ان انا اديله ابروف لان هو بيندنج ابروفر، فانا هديله والله هنا ايه ابروف. فهيظهر عندي طبعا ان هو بقى ابروفد. الايديت باي بروكر مستني البروكر طبعا يابروف عليه، احنا ممكن نخلي البروكر يابروف عليه بحيث ان احنا نخلي اليوزر يابروف عليه بحيث ان هو يظهر قدامنا. خليني اجربها من عندي من على الموبايل، خش على الايديت على الابوينتمنت اللي هو الايديت باي بروكر دوت واعمل له ابروف، ما اعمل له ابروف وادوس تاني هنا هيظهر ان هو اليوزر عمل ابروف عليه دلوقتي. طبعا اقدر اعمل ايديت للابوينتمنت دوت، بس لما هعمل ايديت مش هيخليني اغير في اللوكيشن، لا انا هقدر اغير بس في الايديت، في ايديت التاريخ والوقت بس، ودوت على حسب ما كنا متفقين طبعا مع الباشمهندس يحيى. اقدر ادوس طبعا، ما بيقوليش انت كبروكر الحساب كام او الكلام ده، لان هو بيبقى مخزن الحساب من قبل كده، انا ما بغيرش اوريدي الحساب بس. شكرا لكم.